تقول عنه الأمم المتحدة إنه بلد بإمكانه إطعام مليار شخص، لكن ربع سكانه معرضون لخطر الجوع. هو من أهم منتجي الذهب بإفريقيا، لكن ذهبه يضيع. مساحاته الصالحة للزراعة تزيد عن 50 مليون فدان، وفيه ثروة حيوانية هائلة، لكن نصف سكانه تحت خط الفقر. أرض الذهب والزراعة وتربية الحيوان، فلماذا يجوع السودان؟ السودان دولة إفريقية كبيرة تتجاوز مساحتها 1,800,000 كيلومتر مربع، عدد سكانها يقدر 40 مليونا. بلد رزق الكثير من الثروات، لكنه لم يعرف الاستفادة منها حتى يومنا هذا. ونبدأ فتح القضايا. قضية رقم 1، الذهب. من يسرق الثروة الكبرى؟ يشكل الذهب 37% من إجمالي صادرات السودان الخارجية، ويعمل في تعدينه 3 ملايين مواطن، لكنه يضيع في متاهة تبدأ التفافاتها من نقطة البحث عنه. في النصف الأول من عام 2018 بلغ إنتاج الذهب السوداني 63 طنا. اشترى بنك السودان منها 8 أطنان فقط، وذهب الباقي بطرق لا يعلمها إلا الله. ومن هنا تبدأ القصة. إنتاج الذهب يتم عبر طريقين: المعدنون التقليديون، وقد يكونون أفرادا أو شركات صغيرة، وهؤلاء يحققون نسبة إنتاج تصل ل 85%، والمعدنون غير التقليديين من الشركات الكبيرة، ويصل إنتاجهم لحوالي 15%. الذهب يشتريه البنك المركزي من المعدنين التقليديين بأقل من سعر السوق، لذلك يقومون بالكشف عن كميات قليلة من إنتاجهم، ويخفون الباقي لبيعه بأسعار أعلى. وهذه أول خطوة في الضياع. طيب، ما الخطوة الثانية؟ دعنا نقول إن عدد شركات التعدين هو 243، منها 11 شركة امتياز، العامل منها 7. وهذه هي المهمة في قصتنا. 70% من عوائد صادرات هذه الشركات لا يدخل إلى البلاد أصلا، ولمدة 25 عاما كاملة. وذلك لأن شركات الامتياز تعاقدت مع الحكومة على هذا الشرط، ولم يتمكن البنك المركزي من فعل شيء، بل وألغى قرار مجلس الوزراء 455 القاضي بإعادة الصادر للبنوك المحلية. لماذا؟ لا نعرف بالضبط، لكن الذي اتضح لاحقا أن شركات الامتياز هذه مملوكة لنافذين بالدولة، بينهم إخوة الرئيس المخلوع عمر البشير. شركات الامتياز صدرت ذهبا بقيمة 6.5 مليار دولار ما بين عامي 2011 و2018، وكما قلنا معظم هذه النقود لم تدخل البلاد أصلا، فعلام تحصل الحكومة بالمقابل. باختصار، على الدقيق والوقود، وكأننا نتحدث عن مبدأ الذهب مقابل الغذاء. المصيبة أن الدولة لا تقوم بمراقبة إنتاج الذهب سوى في 73 موقعا من أصل 713، وهذا ما يقودنا للخطوة رقم 3 في سلسلة الضياع. كشف التقرير نصف السنوي لوزارة المعادن السودانية عام 2018 أن ما فقد من الذهب بلغ 48.8 طنا بنسبة وصلت إلى 77% من إجمالي الإنتاج. طيب، أين ذهب الذهب؟ أكبر مشتر فعلي للذهب السوداني هي الإمارات. هذا ليس كلامنا، هذا كلام موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة السابق في تصريح خاص لموقع ميدان. كرامة أكد أن الكمية المعلنة عنها لإجمالي صادرات الذهب عام 2015 بلغت 70 طنا. في المقابل وفي العام نفسه تقدر الكمية التي تم تصديرها من الخرطوم إلى دبي عبر الخطوط الجوية الإماراتية ب 102 طن. يعني لو أن السودان يبيع ذهبه للإمارات فقط لزاد لدينا 32 طنا غير مذكورة في الإحصاءات. إذن فهناك ذهب يتم تهريبه للإمارات. هذا أيضا ليس كلامنا، بل كلام تقرير لخبراء في الأمم المتحدة صدر عام 2016 يؤكد أن الذهب المهرب من السودان إلى الإمارات ما بين 2010 و2014 بلغت قيمته 4.6 مليار دولار،
الإحصاءات الحكومية تقول إن الناتج من الذهب يتراوح ما بين 90 إلى 110 أطنان، لكن تقديرات المعدلين تقول إن الناتج الفعلي يتراوح ما بين 230 إلى 240 طنا، بمعنى أن المعدل التقديري لما يفقد من الذهب يتراوح بين 100 إلى 130 طنا سنويا. كل هذه الكمية المهربة تعبر عبر خطوط تهريب برية وجوية، وأهمها وأخطرها عبر مطار الخرطوم. يتم التهريب جوا من خلال براميل مغلقة بإحكام تعرف على أنها عينات رمال، أو من خلال أسطوانات أكسجين معبأة بالذهب، وذلك بحسب مقابلات قام بها موقع ميدان مع 9 من موظفي مطار الخرطوم. 37% من صادرات السودان هي عبارة عن 23% فقط من إنتاج ذهبه، أي أن قيمة ما يهرب من ذهب تفوق كامل قيمة صادرات دولة السودان من شرقها إلى غربها. يذهب الذهب، فماذا عن الثروات الأخرى؟ قضية رقم 2، ثروة زراعية هائلة. ثلث مساحة السودان عبارة عن أراض قابلة للزراعة. مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية صنفت السودان في المركز الأول ضمن قائمة الدول التي تمتلك أراضي زراعية غير مستغلة، وذلك بمساحات تتجاوز 80 مليون فدان. ولو استغل السودان مقوماته الزراعية فسيصبح أكبر اقتصاد زراعي في العالم. عام 1996 عقد مؤتمر للغذاء في روما وخرج بالتالي: لندعم الإنتاج الزراعي في دول السودان وأستراليا والبرازيل وكندا. كل هذه الدول أقدمت على خطوات مهمة ما عدا السودان الذي لم يتمكن حتى من تحقيق أمنه الغذائي الذاتي. فهذا البلد يستورد حوالي 50% من حاجته من القمح، وأكثر من 26% من حاجته من مواد غذائية أخرى، بل ويعيد استيراد السكر الذي يبيعه بعد إعادة تصنيعه في دول عربية مجاورة. المستثمر حاليا من أراضي الزراعة السودانية أقل من النصف، 25 مليونا تعتمد على أمطار السماء، وعشرة ملايين فقط تعتمد على الري المنتظم. يعني لو غابت أمطار السماء ستحدث مجاعة، علما أن السودان دولة غنية مائيا. المشكلة لا تكمن في الطبيعة، بل تكمن في تنظيم الدولة لهذا الملف، فهي لم توفر بيئة قانونية جاذبة للاستثمارات الزراعية الضخمة، ولم تتمكن من استغلال الثروة المائية لصالح الأراضي المروية، ولم تفصل بين ما هو زراعي وما هو رعي، فترى بعض الأراضي الزراعية يغزوها الرعاة، وبعض المراعي المهمة تتحول لأراضي زراعية. ويكفيك صدمة معرفة أن الحكومة السودانية تنفق 4% فقط من ميزانيتها لتنمية قطاع الزراعة. الآن دعنا نتخيل معا، ماذا لو زرعنا كل أراضي السودان بالبرسيم؟ 80 مليون فدان كاملة. إليك الخطة. عام 2014 لم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي السوداني أكثر من 82 مليار دولار، رقم قليل، وهذا هو الدليل. لنجري بعض الحسابات، في السنة نفسها صرح رئيس غرفة المصدرين أن مردود الفدان الواحد من البرسيم بلغ 3400 دولار. حسناً، لو زرعنا جميع أراضي السودان بمنتج رخيص كالبرسيم بالأساليب التقليدية نفسها، فإن الدولة ستحصل من قطاع الزراعة وحده على 272 مليار دولار، أي ما يفوق الناتج المحلي للسودان بأضعاف. قضية رقم 3، الصمغ العربي. انسى كل ذلك وركز معي قليلا على الصمغ العربي. هي سلعة التي استثنت الولايات المتحدة من الحصار الذي فرضته على السودان لأكثر من 20 عاما نظرا لأهميتها الطبية والغذائية. تشكل مساحة الصمغ العربي 500 ألف كيلومتر مربع، ما يقرب من ثلث مساحة السودان. ويؤمن السودان 75% من الإنتاج العالمي، بالرغم من أنه لا يستغل سوى 10% من الغابات المنتجة. لماذا؟ لأن هذا القطاع بدائي لم تدخله التقنية الحديثة، ولا يعمل به إلا كبار السن. في عام 2016 بلغ إنتاج البلاد 105 آلاف طن، 40 طنا هرب كما يهرب الذهب، و65 طنا صدر عبر القنوات الرسمية بقيمة 120 مليون دولار. سؤال في الرياضيات،
10% من استغلال الغابات يضر 120 مليون دولار، 100% كم ستضر؟ قضية رقم 4، مياه النعمة تتحول لنقمة. قد يخيل إليك أن بلداً إفريقياً مثل السودان فقير بالمياه، لكن الحقيقة أن عشرات الأنهار ومليارات الأمتار المكعبة من الأمطار وكميات هائلة من المياه الجوفية موجودة في هذا البلد. نصف مساحة السودان تطفو فوق المياه الجوفية، فيه أكثر من 10 أنهر، ومعدل الأمطار السنوي فوق أرضه يزيد على 400 مليار متر مكعب. في السودان تقطر الفيضانات، وبدل أن تستثمر بوصفها نعمة تتحول إلى نقمة تدمر القرى والمحاصيل الزراعية بشكل مستمر. وشهد السودان فيضانات مدمرة خلفت كوارث في أعوام 1946 و1988 و1994 و2013. الحكومة بنت 7 سدود منذ عام 1946، وتقول إنها أنشأت 1250 مشروعاً لبناء سدود صغيرة وحفر آبار بين عامي 2010 و2018، لكنها مشاريع غير كافية. ويتساءل المرء، لماذا لا تحول مياه الفيضانات إلى سدود كبيرة تستغل لإنتاج طاقة كهربائية يحقق بها السودان اكتفاءه الذاتي، بل وربما بيع الفائض للدول المجاورة؟ ولماذا لا توجه هذه المياه إلى الأراضي المتصحرة وتحول إلى أراض قابلة للاستثمار الزراعي؟ ولماذا لا تتحول هذه المياه لقرابة 40 مليون فدان من الأراضي الزراعية غير المستثمرة حتى اليوم؟ قضية رقم 5، الثروة الحيوانية. السودان يملك أكثر من 110 ملايين رأس من الماشية و118 مليون فدان من المراعي الطبيعية. 40% من السكان يمتلكون ثروة حيوانية، وحوالي 80% من الشعب يعتمد في سبل كسب عيشه على هذه السلعة. في الربع الأول من العام 2019 صدر السودان ثروة حيوانية تقدر بنحو 400 مليون دولار بمساهمة تصل إلى حوالي 20% من إجمالي الناتج القومي و52% من جملة ناتج القطاع الزراعي، لكنه رقم قليل جدا مقارنة بالإمكانات. فالسودان يفقد سنوياً ما قيمته 6 مليارات دولار كعائدات مرتقبة من هذا القطاع. الثروة الحيوانية مهمة إذن، فلماذا لا يتحقق الاستغلال الأمثل لها؟ نعود إلى سوء الإدارة وضعف التخطيط. فهناك العديد من المعوقات التي لم تفلح الحكومة بحلها، مثل فرض رسوم النقل بين الولايات ورسوم التصدير، انتشار التهريب عبر الحدود، لا توجد مزارع حديثة لرعاية المواشي وتسمينها، الافتقار للصناعات التحويلية للاستفادة من مشتقات الألبان والجلود، وفوق كل ذلك بدائية قطاع اللحوم وعدم وجود مسالخ متطورة، ما يجعل التصدير مقتصرا على الماشية الحية بدل اللحوم المعدة للتصدير. قضية رقم 6، ثروات باطنية كثيرة. كان السودان ثالث أكبر مصدر للنفط في إفريقيا حتى جاء انفصال الجنوب عام 2011، ليخسر 75% من موارده النفطية التي تعد مصدر 80% من موارد النقد الأجنبي و50% من إيراداته العامة. لكن النفط لم يختف تماما مع الانفصال. يقدر مسؤولون حجم احتياطي النفط بنحو 65.4 مليون برميل، واحتياطي الغاز بنحو 300 مليار قدم مكعب. وتشير التوقعات إلى أن دارفور وكردفان قد تكونان من المناطق الأغنى نفطيا، يضاف إليها المناطق الصحراوية في شمال غرب البلاد وحوض النيل الأزرق ومنطقة البحر الأحمر. النفط والغاز يضاف إليهما عنصر كيميائي مهم جدا في العالم، يستخدم في المفاعلات النووية واسمه اليورانيوم. يملك السودان ثالث أكبر احتياطي لليورانيوم الخام في العالم وفق أرقام غير رسمية، ويقدر مخزونه بحوالي 1.5 مليون طن. ويوجد اليورانيوم في دارفور وكردفان وجبال النوبة وولاية النيل الأزرق والبطانة وجبال البحر الأحمر. وفتحت الحكومة باب الاستثمار الخارجي في هذا القطاع عام 2018.
كثيرة هي الدول التي عرفت أهمية السودان وبدأت الاستثمار الفعلي فيه. ستجد الصين وتركيا وقطر والإمارات ومصر والسعودية مثلاً تتجاوز الاستثمارات الأجنبية في السودان 74 مليار دولار حتى عام 2017، وذلك في مجالات الزراعة والنفط والتعدين. تتصدر الصين قائمة المستثمرين، تليها السعودية باستثمارات تصل ل 26 مليار دولار، وللسعودية مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة منحتها لها الحكومة السودانية السابقة مقابل استثمار 10 مليارات دولار في مشروع أعالي عطبرة وستيت بشمال البلاد. وللإمارات استثمارات في قطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية، لكن هذا الاستثمار يبقى ضئيلا. الكل يعرف أن السودان مهم، لكن رأس المال جبان، فالبلاد تتربع في المرتبة 170 من أصل 190 في ترتيب بيئة الأعمال السيئة وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018. والسودان يحتل المرتبة 175 من أصل 180 على سلم الفساد لعام 2018. يعاني السودان من نسبة بطالة مرتفعة تصل إلى 34% بين الشباب و 25% بين حملة الشهادات الجامعية. الدين الخارجي يصل ل 56 مليار دولار. بنكه مركزي يكاد يخلو من النقد الأجنبي، وتضخم سنوي يتجاوز 58%. هذا حال السودان اليوم. السودان الذي استقل عام 1956 لكن لم يغن حتى اليوم. ثرواته ضائعة، ذهبه وماءه ونفطه وغازه وصمغه وثروته الحيوانية. لم نبحث عن أسباب الضياع، لم نخض بالسياسة والانقلاب وثورات الشعب المتلاحقة، لم نتحدث عن عقوبات العشرين عاما التي تسببت بخسارته 500 مليار دولار، لم نتحدث عن حجم الاعتداء على المال العام الذي بلغ أكثر من 4 مليارات دولار عام 2014، لم نذكر أرقام الفساد ولم نكتب لك أي اسم هنا، لأن السبب الرئيسي يعرفه الجميع. على الأقل تعرف أن الفساد الحكومي هو رأس هذه المشكلات. ومع التحول السياسي الكبير وسقوط نظام عمر البشير، ربما يجدر البحث في المستقبل وما ينتظره السودانيون من أي حكومة مقبلة هو إنجاح ثورتهم وتحقيق ثروتهم والاستثمار في ثرواتهم. الثروات التي لو استغلت فعلا لحققت نهضة اقتصادية حقيقية، وسيسجل التاريخ أن دولة عربية أصبحت إحدى سلات الغذاء في هذا العالم. والأيام بيننا.